أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية أصدر صباح اليوم. نبدأ جولتنا بأبرز ما جاء بالصحف المحلية والبداية من صحيفة الأهرام. فرنسا أحد أهم شركاء مصر في القارة الأوروبية. السيسي نتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. رئيس الوزراء الفرنسي الدور المصري محور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الأوسط. ومن اليوم السابع أيام من الحضور المصري البارز في باريس. ماكرون يقيم مأدوة عشاء رئاسية بالإليزية على شرف زعيم مصر. امتحانات الثانوية العامة بدون رسوم لأول مرة. مقتل 40 تكفيريا شديد الخطورة وتدمير 437 وكرا بسيناء. الوطنية للانتخابات تعلن أسماء 100 نائب جديد الاثنين. ومن المصري اليوم السيسي يناقش حلول الأزمة الليبية في فرنسا. كاستيكس حريصون على زيادة استثماراتنا في مصر. حضور كثيف في آخر أيام إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. الحكومة توافق على تعديل قانون الثانوية العامة. شوقي المجموع التراكمي يبدأ تطبيقه مع دفعة أولى ثانوي العام المقبل. وبداية النهاية لفيروس كورونا. بريطانيا تبدأ تطعيم مواطنيها وأربع دول خلال أيام. ومن صحيفة الوطن مسح المحافظات لسداد مخالفات البناء لغير القادرين. كورونا الحكومة تكلف بالتعاقد على 20 مليون جرعة لقاح. الضرائب إلزام الشركات والمحلات بإصدار فاتورة البيع الضريبية. العقوبة السجن 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه. إلى الصحف العربية ونطالع من صحيفة الشرق الأوسط. التحالف يدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. تحليل للأمم المتحدة يكشف وجود صاروخ إيراني صنع في ليبيا. احتجاجات في كردستان تتسع وتدفع أربيل نحو بغداد. طالت محافظة السليمانية بالكامل وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى. ومن الرأي الكويتية السيسي العالم يشهد تحديات تفرض العمل المشترك لتعزيز التسامح والاعتدال. القاهرة تعامل قائمة بالإرهابيين والكيانات على دول مجلس الأمن. لبنان بين الترشيد واستعادة الرشد. قائد معركة بغداد على رأس البنتاغون أول وزير دفاع من أصول أفريقية. ومن الخليج الإماراتية الحكومة اللبنانية تبحث ترشيد الدعم. الدواء والطحين خط أحمر. 6 قتلى بالسليمانية. الرئيس العراقي يدعو لتلبية مطالب المحتجين. خطة دولية لإعطاء اللقاح لملياري شخص حول العالم. ومن القدس الفلسطينية بناء استيطاني واسع في جميع الأراضي المحتلة ومخططات حكومية حتى 2045. الإمارات تدعم الجهود السعودية لحل أزمة الخليج. اغتيال فخري زادة يفاقم الشكوك في الشرق الأوسط. رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني يبحث مع وزير الخارجية السوري التواجد الأمريكي في المنطقة. إلى الصحف العالمية ونبدأ من صحيفة لوفي جارو الفرنسية التي نشرت حوارا مع رئيس عبد الفتاح السيسي في ختام زيارة الدولة لفرنسا. نقرأ منها: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب وتحاربان معا على عدة جبهات. السيسي: سياسة مصر هي إقامة علاقات ممتازة مع جيرانها مع تغليب الحوار دائما. يتعين على تركيا مثلها مثل دول المنطقة الأخرى أن تحرص على احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار. السيسي: مياه النيل أمر حيوي لمصر ونظل مستمسكين بالحل القانوني العادل. من صحيفة جارديان البريطانية: فرص التوصل إلى اتفاق حول بريكزيت على مائدة عشاء بين بوريس جونسون وفوندرلاين. في محاولة لمساعدة ترامب تكساس تقاضي 4 ولايات بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية. في الوقت الذي يشتري فيه الغرب اللقاحات 9 من بين كل 10 دول فقيرة لا تملك ذلك.
إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الجنرال لويد أوستن المرشح لمنصب وزير الدفاع في إدارة رئيس المنتخب يتمتع بخبرة قتالية عالية وعلاقات قوية مع بايدن. بايدن يضع خطة لمكافحة كورونا خلال 100 يوم الأولى، ويطلب من مواطنيه الالتزام بارتداء الأقنعة في المواصلات العامة بين الولايات. بريطانيا تطلق التطعيم بأول لقاح ضد كوفيد-19 في الغرب. ونبقى مع الصحف الأمريكية، ومن وول ستريت جورنال، اختيار بايدن المرشح لمنصب وزير الدفاع يثير الجدل بين المدنيين والعسكريين. قاض فيدرالي يغلق رسميا القضية الجنائية ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلن. أوروبا تخفف قيود كورونا قبيل الكريسماس. بنغلاديش تنقل لاجئي الروهينجا إلى جزر نائية. وبعيدا عن السياسة، نقرأ من صحيفة الأخبار قردة البينج بونج. شهدت حديقة حيوانات تشستر البريطانية حالة ولادة غريبة لقردة، حيث أنجبت قردين صغيرين جدا بطول يصل إلى 5.8 سنتيمترات ووزن يصل إلى 10 جرامات. أوضح الطبيب أن القردين التوأم يعدان أصغر القرود في العالم، حيث إنهما في حجم كرة تنس الطاولة بينج بونج وهما بصحة جيدة. وما زلنا بعيدا عن السياسة، ومن البيان الإماراتي نطالع كمية البلاستيك التي تتناولها في وجباتك شيء مذهل. توصلت دراسة أجرها الصندوق العالمي للطبيعة عام 2019 إلى أنه من المحتمل أن يبتلع المرء ما يعادل بطاقة ائتمانية من البلاستيك كل أسبوع. وتركزت الدراسة على مياه الشرب المختلطة بمواد بلاستيكية وأطعمة مثل الكائنات المحارية البحرية التي يميل الناس لالتهامها قطعة واحدة بما قد تخزنه في جهازها الهضمي من جزيئات البلاستيك. ختام جولتنا الصحفية، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.